عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أصدقائي في قناة اخترنا لك. النهاردة هوريكم ازاي نعمل قطة من الجوخ علشان نحطها في الكتاب التفاعلي. ديت للأطفال من سن 2 سنة لسن 6 سنين. أول حاجة هنختار لون القطة. أنا اخترت اللون المشمشي. هنقص اللون الجسم بتاع القطة على شكل كمثرى، وبعد كده هنعمل لها 2 ايد و2 رجل والوش بتاعها. يلا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكل الكمثرى بيكون من تحت عريض شوية ومن فوق بيكون طالع على رفيع شوية. فهنشوف كده، هنقص بالطريقة دي. بسم الله. شكل الكمثرى اهو. ممكن الحتت الحادة دي برضو ندورها شوية. يبقى دوت الجسم بتاع القطة. قماش قطيفة لونه بني، حطيت عليه ورق الجوخ او قماش الجوخ الاصفر اللي انا قصيته للقطة، وعملت القماش الاصفر ده زي ما يكون باترون، حطيته على القماش البني وقصيت عليه. قصيت عليه جسم القطة وراسها، وعملت 2 للرجلين و2 للايدين. بعد كده هخيطهم واقلبهم. ده شكل القطة بعد لما خيطتها وقلبتها على الوش. دلوقتي بقى هحشيها بالفبر. بعد لما مليتها بالفبر، الاماكن المفتوحة اللي كنت بدخل منها الفبر هخيطها بغرزة السلسلة، المكان ده والودن بتاعت القطة. بالنسبة بقى للايدين والرجلين هعملهم واوريهم لكم انا عملتهم ازاي. بعد كده رسمت الوش وعملته بالخيط. لو حد ما بيعرفش يعمل بالخيط ممكن يعمل بالقلم. وبكده القطة بتاعتنا تكون خلصت، وشها ورجليها وايديها. ارجو ان يكون الفيديو بتاع القطة يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تنفذوها. ولو في اي ملاحظات على الفيديو يا ريت تبعتولي وتقولولي وفي التعليقات، وتعملولي اشتراك في القناة. وباي باي.